صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وزي ما قلنا في البداية عندنا فقرة خاصة جدا عن مبادرة مصر بالألوان. الهدف منها تلوين جدران المباني، ميادين الأنفاق، الكباري، تلوين الشارع المصري بشكل عام بما طبعا يتماشى مع الذوق الفني للمكان. النهاردة معانا اتنين من أعضاء المبادرة، هما مهندسة نيفين عقل وأستاذة شيرين زاغو. صباح الخير ومنورنا. وطبعا أول حاجة عايز أسألها لكم، كلمونا أكتر، فهمونا المبادرة بتتكلم عن إيه؟ هي المبادرة بتتكلم عامة القاهرة عامة مدينة ملوثة وكل الحاجات حوالينا كلها ألوانها رماديات، فاحنا حبينا ان احنا نغير شكل المكان او شكل البيئة العمرانية من حوالينا، ان انتي تضيفي الألوان او ان انتي يعني تحسني شكل المباني الموجودة. معظم المباني دلوقتي مش متشطبة، هي على الطوب الأحمر، احنا عايزين نمهر وعايزين نحس شوية ان المدينة بتاعتنا مدينة مكتملة. هدفها حاجتين، ان احنا نخلي نحاول نغير احساس الناس بالمكان حواليهم، ان هم يحسوا انه شكله كويس فيبتدوا سلوك الناس نفسها تتغير. الحاجه الثانيه ان احنا نلفت نظر الجهات الحكوميه ان في استثمارات اتعملت من خلال المجتمع هو يقدر انه يضيف عليها وانه يحسن شكل العمران كله بالطريقه دي. هو حاليا القاهره 60% تقريبا منها مناطق غير مخططه، لا معناها ان الحكومه ما دخلش يخطط الاماكن دي، لان كده بنلاقي الاماكن كلها طوب احمر عشوائيه. الفكره حصل ان في مبادره حصل كده في البرازيل وفي نيويورك في الثمانينات، ان هم ابتدوا يلونوا الاماكن عشان الناس يحسوا ان هم عايشين في مكان كويس، وابتدى الجريمه والحاجات ده يتقل في الاماكن دي، لان الناس ابتدى يشوفوا المكان ده بدل ما مكان طرد لا مكان مناسب للعيشه. الفكره هنا ان احنا عايزين نعمل كده في العشوائيات، العشوائيات ممكن يبقى مكان كويس للناس وممكن ما نبصش عليها كمكان لازم نشيل الناس ونحطهم في مكان تاني. عايزين نستثمر في الاماكن دي. الفكره دي مبادره بندخل، يعني بنبتدي بحاجه صغيره بس في كذا حاجه لازم، يعني لازم نشتغل على حاجات كتير لسه، يعني لازم تبص على الببليك سبيس، يعني اللي هي الاماكن. طب انا برضو عايز اسالكم حاجه، اما فكرتوا في العشوائيات بدايه منها ولا انفاق وميادين والاماكن المفتوحه اكتر شويه او في سهوله ان انتوا توصلوا لها اكتر؟ هي بداية بالمباني وممكن تمتد وتتوسع لحاجات تانية، منها الرصف بتاع الشوارع، الإضاءات، الأسوار عامة، سواء أسوار مباني مدارس أو أي حاجة، هو عامة شكل كل البيئة العمرانية. فهي بداية بحاجة صغيرة المباني، بس هي المفروض أنها تتوسع بعد كده أن هي تشمل العمران كله. شين أول منطقة ابتديتوا بيها إيه؟ هو احنا ابتدينا كتجربة في عزبة خير الله، والفكرة ان احنا ابتدينا في عزبة خير الله ان احنا بندور على مكان فيها كذا معيار، عايزين مكان فيها مباني جديدة، لان مش هنقدر نخش منطقة فيها مباني بالها 80 سنة او 100 سنة، لان ده بيبقى محتاج مشروع مختلفة، ده بيبقى محتاج ترميم اكتر من وجهات. وتاني حاجة بيبقى مكان يعني منطقة غير مخططة فيها جامعات اهليه قويه، لان احنا بنشتغل مع جامعات اهليه، عزبة خير الله فيها كذا جمعيه اهليه قويه بيعمل انشطه كتيره، لان احنا عايزين نكمل على الانشطه بتاعتهم. وثالث حاجه ان يبقى في ابداعيه من الانفراستراكشر، يعني في صرف صحي، في ميه في المنطقه، لان ما نقدرش نخش مكان ونبتدي نعمل في جهات بيت والناس ما عندهمش ميه او يعني مجاري او حاجات كده. بيبقى في معيار نختار الاماكن. وعزبه خير الله هي منطقه شعبيه كبيره قوي وعشوائيات كبيره، وكمان هي كانت منطقه قبل الثورة الناس كان بيفكروا الحكومة ان هم يشيلوا الناس من المنطقة ده ويحطوهم في مكان جديد، لان هي املاك دولة منطقة عزبة خير الله. فاحنا كنا عايزين نعمل تجربة هناك عشان نوري الحكومة والناس اللي عايشين هناك ان في بديل ان احنا نروح، ممكن المنطقة دي تكون صالحة للاسكان. طب انتوا ابتديتوا بعزبة خير الله ويعني شفتوا التجربة حية قدامكم، انا الاول بس عايز اعرف الدعم بيجيلكم منين، يعني انتوا بتصرفوا على الالوان دي ازاي؟ المبادرة دي تمويل ذاتي مننا احنا كمؤسسة. يعني انتوا عددكم قد ايه تقريبا؟ احنا 7 شركاء، وقررنا ان احنا نعمل دي يعني مبادرة ذاتية علشان نقدر ان احنا نوريها موديل لناس تانية لو انترستد ان هي تشتغل، زي مثلا شركات خاصة،
اي حد عايز يعمل يعني بدل ما يحط مثلا يفط دعائيه ما بناخدش منها اي حاجه، لا هو ممكن يستثمر الفلوس دي في ان هو يعمل بدل ما يحط اليافطه يعمل 10 مباني او 20 مبنى. اكيد شكل مصر هيتغير. سبعه انتوا اللي بتعملوها بايديكوا ولا سبعه بتستعينوا بناس مثلا؟ لا احنا شايفين صور كمان قدامنا. احنا معماريين، يعني فينا ناس معماريين ومهندسين مواقع، فعشان كده احنا بنقدر ننفذ بنفسنا. المنطقة الجاية اللي قررتوا ان انتوا تبتدوا بيها، او قولي لنا الصورة دي، ده المبنى في الأول. بالظبط، قبل الترميم، قبل او قبل يعني الدهانات والمحارة. هو في بس هنا نقطة لازم أقول لها، يعني احنا عندنا كذا هدف بالمشروع بتاعتنا كمان. احنا بنشتغل بمادة اسمها جير، والمادة دي مختلفة عن الأسمنت لأن هي أرخص، وهي مادة موجودة في مصر، وبطلنا نشتغل بالجير من بقالنا 100 سنة ما بنشتغلش بالجير. الجير ليها مميزات كتيرة، هي أرخص من الأسمنت، بس الناس ما بيستعملوش الجير فقدوا خلاص، المعرفة بتاعت الجير. واحنا بنشتغل مع جيل لان هي كمان احسن للبيئه، يعني هي للبيئه احسن من الاسمنت. سو هي في هدف ان احنا عايزين ندخل حاجه بيئيه احسن من الاسمنت، هي ارخص، وكمان في نفس الوقت احنا بنشغل الناس معنا في المشروع في المجتمع. بتشغلوا الناس اللي من المنطقه ولا بتستعينوا بناس من بره؟ احنا في كذا هدف، ان احنا عايزين نعمل جوب كريشن في المنطقه، ان احنا نشغل ناس من المنطقه وندربهم كمان على اللايم يوز، لان اللايم يوز ده ناس كتير ما بيعرفوش يشتغلوا بيها. سو احنا عندنا تدريبات موجوده بندرب الناس موجوده في المنطقه ازاي يستعملوا جير عشان نرجع فكره التجير تاني في معمار مصر. الجير موجودة في مصر، في منطقة زي المنيا عندنا جير كتير قوي، بس الناس بطلوا يستعملوها في حاجات كتير قوي. نبين سهل ان انتوا تدخلوا على حي وتبتدوا تعملوا مشروع فيه، ولا بتضطروا بقى تاخدوا تصريحات وتتكلموا مع الحي ومع المنطقة، ولا عملتوا ايه، ابتديتوا ازاي؟ هو فكرة ان انت تعملي دهانات للمباني مش بتبقي محتاجة ده قوي، بس يعني عامة احنا في زي تحضير للشغل بيحصل كتير جدا قبل الشغل، لان احنا فكرتنا في حاجة زي كده ان في مشاركة من المجتمع نفسه في حاجة زي كده بتوصل مثلا لنسبة 20%. فاحنا لازم بندخل الاول نتكلم مع الناس، نعرفهم بالمادة، لان مادة الجير هي مش معروفة بالنسبة لهم. وريناهم صور قبل وبعد ان ازاي ممكن شكل المباني يبقى شكلها افضل، وبالتالي الناس بتبتدي تقتنع بالفكرة تدريجيا، ابتدوا يعني الناس كانت متعاونه جدا، ابتدوا ان هم يعني يساعدونا ويساندونا ان احنا فعلا ننفذ. يعني بعض الصعوبات اللي ممكن تلاقيها فكره المشاركه دي، بس مع الوقت هم نفسهم شافوا انه حسوا بشكل المكان انه اتغير، وبالتالي هم دلوقتي اللي بيجوا لنا يقولوا لنا انتوا حتى لو يعني ممكن نشارك بنسبه اكبر، بس المهم يبقى شكل تعالوا كملوا كويس. بالظبط، ففي اقبال حتى بعد التجربه احنا عملناها، وكنا عايزين نشوف رد فعل المجتمع، وكان فعلا جيد جدا لدرجه ان دلوقتي المنطقه دي بيتعمل فيها صرف صحي عن طريق الحي. الناس بداوا ان هم يستعجلوا الحي انه يخلص عشان هم عايزين يرصفوا ويبلطوا الشوارع، يعملوا اضاءات، يعني هم حتى حسوا ان لا في حاجات تانية لو اتعملت كمان ممكن شكل المكان يبقى افضل. ده ما كانش حاصل قبل كده عامه في العشوائيات، تحسي شويه انه لا لو شكل الشارع مش كويس او كده احنا ما بيبقاش عندنا مشكله. فوانس ان انت بتحسسي الناس انه لا في حاجه مختلفه، انت ممكن تعيش في مكان كويس، هو نفسه بيبقى حابب ده وحابب يحافظ عليه ويحسن فيه اكتر. طب يعني واضح ان احنا شفنا العشوائيات اللي شفناها دلوقتي معانا فيها عدد من المباني رهيب، كل مبنى بياخد منكم تقريبا وقت قد ايه؟ هو احنا التجهيز ان احنا نقعد نتكلم مع الناس والحاجات اللي بياخد تقريبا شهر. الشغل نفسه حسب البيت او يعني بياخد من اسبوع لـ 8 ايام. في تحضير كمان قبلها، يعني مثلا الواجهه لو فيها شروخ او حاجه لازم بتترمم قبل، مش بس ان انا بروح امحر وادهن عشان شكل الواجهه يبقى جميل فقط، لا كمان انشائيا انا بتاكد ان الواجهه مظبوطه ما فيهاش اي شروخ، لو في مشاكل في السباكه بتتحل. يعني عامه لازم يبقى شغل متكامل، مش بس المبنى بالكامل، الواجهه. الواجهات بس. احنا طبعا ما بندخلش اي مباني زي ما شيرين قالت في الاول، احنا بنتاكد ان المباني حالتها جيده. الحاجه الثانيه انه الناس كمان من جوه حالتهم، يعني عندهم دهانات ومحاره، مش ان هو قاعد جوه على الطوب الاحمر وانا بدهن له الواجهه من بره وبس عشان يبقى شكلها جميل، لا احنا كمان بنتاكد ان الناس ظروفها المعيشيه جوه المبنى نفسها بحاله جيده. يعني جربتوا تطلبوا دعم من الحي؟ مش تصريح، ان الحي يجي ويتدخل ويساعد سواء بالتمويل او
بالايد العامله، يعني طلبتوا منهم هو في عزبة خير الله؟ عشان دي كانت تجربه منا احنا، ما دخلناش الحي بي، بس التجربه دي جاب لنا يعني احنا رحنا في الحي في دقي، قابلنا رئيس الحي في دقي، ورئيس الحي في دقي كان عاجبه قوي الفكره والمشروع، وكان هيخش معانا في المشروع، بس هو كان هيخش في البابليك سبيس واحنا نعمل واجهات البيوت. سو في مقابل من الحي ان هم يشتركوا معانا وهم يكومبلمنت المشروع من حاجات تانية. والفكره هناك ان هم احنا كنا ممكن نخش بمبلغ وهم يخشوا بنفس المبلغ، بس هم يغطوا حاجه واحنا نغطي حاجه عشان نكمل بعضينا. بس ده ما حصلتش في عزبة خير الله، لان دي كانت تجربه عشان عايزين نوري الناس، بدل ما نتكلم دايما في الهوا كده كنا عايزين نوري حاجه فعلا اتجربت وموجوده والناس ممكن يكلموا عليها بالفعل موجوده يقدروا يشوفوها. بالظبط. واحنا بنقدم الحلقه قلنا ان كل المجهودات دي لازم تكون برضو مناسبه للذوق الفني للمكان، مش عايزين نغير مثلا يبقى في عمارتين شكلهم حلو قوي وبقيه المكان لسه عشوائيات. بتحاولوا تنسقوا مع مين عشان تضمنوا ده يبقى موجود؟ مثلا وزارة التنسيق الحضاري كان ليها اي دور معاكم ولا؟ لا، هو بس انا عندي يعني تعليق على المقدمة. انتوا كنتوا بتتكلموا على فكرة الالوان، هي احنا دايما الناس بتعلق على المشروع ده انه ليه ما بتعملوش لون واحد زي تونس مثلا المباني كلها بيضاء، او المغرب المباني كلها بينك او احمرات. لا، يعني احنا عملنا دراسات كتيرة جدا على تاريخيا القاهرة كانت عاملة ازاي، وفعلا نزلنا حللنا انواع من المحارة والدهانات لمباني مثلا في القرن 19 وقبل كده، واكتشفنا ان القاهرة كانت مدينة ملونة، هي مش مدينة كلها لون واحد، بالعكس كل المباني كان ليها لون صريح، لان كانوا بيستخدموا زمان اكاسيد. الاكاسيد دي اللي هي الالوان الصريحه، الاصفر الاحمر الازرق، فبالتالي القاهره كانت مدينه ملونه. هو على هذا الاساس ان يبقى في الوان كتيره موجوده على المباني، ان الالوان تبقى متناسقه، ان كل الالوان بالظبط تكون متناسقه. احنا في التجربه بتاعت عزبه خير الله عملنا زي باليته الوان، ابتدينا ان احنا حضرناها في الموقع، وطبعا عشان احنا معماريين فاحنا مراعيين الذوق، يعني احنا كمان متخصصين فاحنا فاهمين الماتشنج بتاع الالوان او الالوان المتماشيه مع بعض ممكن تبقى عامله ازاي. الحاجه التانية احنا خلينا الناس تشارك معانا بده، لان مهم جدا الناس يعني يبقى لها راي في لون المبنى بتاعها عشان يحس شويه انه يعني ان ده اختياره هو. فلما حضرنا باليتة الالوان دي الناس جم كل حد فيهم اختار لون المبنى بتاعه معانا، فدي حاجه يعني برضو يعني ان احنا نزود احساس بالمشاركه مع الناس، واحنا متخصصين فالمفروض ان احنا عارفين شويه ان الالوان مع بعض المفروض ان يبقى شكلها كويس. اكيد تخصصكم يعني. طب عايزه اعرف منك برضو كمان، يعني المباني دي كلها بتتعمل بس الوان ولا في رسومات معينه بتضيفوها عليها؟ هو ما فيش رسومات بيتضاف عليها، هو المباني زي ما هو، احنا بس بنعمل المحاره والجير والالوان بس لحد الان. طب ولو بداتوا مثلا في ميادين في كباري هتخلوها هي الالوان جميله على فكره، ما عنديش اي اعتراض عليها، بالعكس بتدي بهجه. بصي، هي ستيب 1 ان احنا يعني ايه نبتدي نلون، يعني المباني كلها تبقى احمر، فنبتدي خطوه اولى على الاقل انك تغيري ده، انك تشطبي المباني وان هي يبقى ليها الوان. فكره الرسومات هي ممكن تيجي على جداريات لاسوار مثلا، الاسوار بيبقى مساحتها كبيره جدا، فانت ممكن تجيبي اطفال مثلا ويعني يرسموا على سور المدرسه بتاعهم، فدي ممكن تيجي في حاجات زي كده. بس بالنسبه للمباني يكفي ان انت بس تشطبيها وتدين وتاخد الوان. طب انتوا تفضلوا ايه؟ تفضلوا ان الناس تنضم لكم وتساعدكم وتبقوا جروب واحد كبير تقدروا تعملوا مناطق اكبر او تاخدوا مساحات اكبر، ولا تفضلوا ان حد تاني يعمل نفس التجربه يستفيد بس من خبرتكم ويعمل نفس التجربه في حي تاني؟ هو يا ريت يعني كذا حد يشتغل في نفس التجربه، لان القاهره محتاج يعني مساعدات كتير، يعني مش المناطق كتيره وكبيره. احنا حاليا بنشتغل على كذا فكره دلوقتي، احنا بنقابل مع البرايفت سيكتور اللي هم الشركات الكبيره زي صودك او عمار او كوكا كولا، يعني الشركات الكبيره، الشركات الكبيره، بنحاول ان هم يخشوا معنا في الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، ان هم يخشوا معنا في الحاجات دي. بنتكلم مع جامعات اهليه اللي هم عندهم اوريدي فاندز موجوده يشتغلوا في مشاريع كده، بنحاول ندخلهم معانا في الحاجات دي. بنتكلم مع الحكومه، اتكلمنا مع صندوق العشوائيات
ممكن ان هم يشتغلوا معنا في الموضوع ده. فاحنا بنحاول من كذا طريقه نعمل شبكه كبيره قوي ان احنا نعرف نشتغل في مناطق اكبر في عدد بيوت اكتر. سو هي مش هبه من طريقه واحده بس، يعني لازم كذا كومبوننت يجي يخش في الموضوع ده. عشان انت عايز ينضم لكم دلوقتي يوصل لكم ازاي؟ احنا لينا الويب سايت بتاعنا، ويعني في كونتاكتس الناس بتقدر ان هي توصل لنا يعني. طب ايه رايك نقول الويب سايت برضه عشان لو حد حابب يسالنا نبقى عارفينه؟ هو www.taqueen-ag.com. فاي حد انترستد ممكن يدخلوا في الايميل بتاعنا info@taqueen-ag.com. اكيد يعني طبعا ما شاء الله المبادره هايله، واعتقد بعد ثوره 25 يناير في ناس كتير بتحاول ان هي تجمل في الشارع المصري تخلي شكله احسن، بس انتوا كمان بتعملوا حاجه زياده وهي ان انتوا يعني تدخلوا على ناس فعلا محتاجه ان هي تعيش في بيئه احلى بكتير من اللي هي كانت عايشه فيها. فانا بشكركم وبتمنى لكم التوفيق، ويا رب يعني قد ما في شباب عايزين يعملوا نفسهم يجاهدوا نفسهم يدخلوا في تجربه زي دي يكونوا موجودين معاكم ويشاركوكم. انا بشكركم مهندسه نبيين عقل واستاذه شيرين زيكم، بشكركم جدا. شكرا شكرا. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات كتير جايه في نهارك سعيد.